بدوره قال المستشار نواف حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني إن عملية الاقتراع مضت بيسر في جميع مراكز الاقتراع سواء العامة أو الفرعية. أكد رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني أن مملكة البحرين تمتلك خبرات متراكمة في تنظيم الانتخابات على أكمل وجه بسواعد أبنائها كافة. بفضل من الله سبحانه وتعالى اليوم بدينا عملية الاقتراع لعضوية مجلس النواب في الدائرة التي خلت، وبالتحديد هي الدائرة الأولى في محافظة المحرق. طبعا في أهمية كبيرة بالنسبة لأهالي هذه الدائرة والمواطنين في هذه الدائرة، على أساس أنهم ينتخبون العضو الذي يمثلهم في مجلس النواب، وهذا استحقاق للناخبين. وأعتقد العملية يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى ماشية في يسر وسلاسة في جميع المراكز، سواء كان في مركز مجمع السيف التجاري اللي احنا حاليا فيه، أو في مطار البحرين الدولي، أو مدرسة لبسيتين الإعدادية للبنات. أعتقد اليوم البحرين أخذت أو صار لها من الخبرات المتراكمة اللي تأهلها أن تصدر هذه الخبرات إلى الخارج في مجال تنظيم الانتخابات، وهذا طبعا كله بسواعد بحرينية، والذي نفتخر فيه أنه يعني أكثر من 20 سنة وإحنا ننظم العملية الانتخابية وكانت على أكمل وجه.